السلام عليكم. دلوقتي هنشوف حيلة من حيل الجروف في الريفت، ألا هو إن أنا أقدر أخلي عندي كذا نسخة، كل نسخة فيهم فيها حاجة مختلفة تماما. يعني ممكن مثلا أجي هنا على الجروب دوت وهقول له إيديت تايب، تمام. جروب 1 ده هقول له دوبليكيت، خليه جروب 2 مثلا. أوكي، جروب 2 ده أقدر أعدل فيه. يعني مثلا هاجي هنا هقول له إيديت جروب، وهقول له مثلا في ديت غير المكنة دي مثلا لمكنة تانية بالشكل دوت، واقول له فينيش، تمام. بقى هي ما اتغيرتش في الباقي. اقدر اخد ده مثلا كده كوبي اهوت، اقدر دوت مثلا احول له جروب 2، تمام. فتلاقي ده اتغير اهوت لنفس الحاجة، وده مثلا خليه جروب 1. فالجروب نفسه ممكن اكرره اكتر من مرة، واثناء الشغل بتاعي ده سهل عليا. ممكن يكون عندي 3 4 غرف، كل غرفة ليها خصائص مختلفة وليها عناصر موجودة مختلفة عن العناصر الأخرى.